العبد من طرف واحد الايطالي. انا الخال ديال الضحيه الفاتين محمد امين. كيقتنوا في ايطالي عنده بنيه وكاين هو الام ديالو الاب ديالو والاخت ديالو. هذه عام هذه سنه باش وقعت لي واحد الحادثه. كان ضحيه ديال كان ضحيه ديال قتل العبد من طرف واحد الايطالي. كان نزاع بيناتهم، نزاع كاذب داك المفهوم اللي نوصلوا عند لي كارابيني وعند هذا، بان داك النزاع كاذب ما كاين حتى شي حاجه. تبعوا الاب ديالو، تبعوا بالكات كات، تبعوا الاب ديال الدري، تبعوا بالكات كات وقتلوا عمدا. قتلوا عمدا يعني بقى كيمشي مشى دخل عليه حتى ماشي في الشارع ولا شي حاجه يعني باش طلع عليه حتى الزنقه حتى الداخل وطلع فوق منه وبقى كيمشي يجي تقتلوا قتل عمد. وكاينين يعني هادشي جيستيف، كاينين كاميرات، كاينين هذا فيلم داكشي. المهم هو هاد الطرياني معترف عند الضابطه وعند المحكمه، معترف بانه قتل العمد. دابا الحكم اللي سمعناه هو الباح، سمعنا واحد الحكم، اش غنقول لك، حكم ظالم. يعني تعاودت عندنا حنا الفاجعه، تعاودت عندنا من جديد الموت من جديد. فهي كلشي اشنا هو الحكم اللي غادي غتفاجئوا به نتومايا، هو هذا السيد خد 8 سنين حكمه قاضيه. انا كيبان لي بان هذا الشيء داخل العنصريه، حكمه قاضيه ب 8 سنين ديال الحبس، يعني فيها 4 سنين ديال الحبس و 4 سنين يعني 4 سنين يعني غادي يريح في الدار يعني بهذا المفهوم. زعما كيبان لي القضيه كبيره بزاف، يعني كبر من هذا. غتنوض هذه المساله هذه غادي فيقوا الطاليانيين، غادي يولي يقتل مغربي، يقتل عربي، يقتل المسلم، يقتل هذا. شحال 4 سنين ديال الحبس، هذا الشيء غادي يوصلوا ليه. هذا الشيء زعما واللي كنقول انا كنطالب يعني وزاره الخارجيه، وكنطالب الناس اللي الجمعيات، وكنطالب من الناس يعني مثلا اللي عندهم اهتمام بالاسلام بالمغاربه ينوضوا، كل واحد يدير جهده في هاد الله يجازيه بخير، يدير جهده في هاد الدومين هادشي اللي يبردنا غير شويه. الله يجازيه بخير، كل واحد ناض ودار هادشي يبردنا غير شويه، لان قلوبنا راه شاده فيهم العافيه. ها الجده ها هي حدايا، جده راه ضاعت في العين ديالها بالبكا عليه. الام ديالو راه باقا مكلومه لحد الان، راه باقا كتبع طويل النفساني باقا لحد الان، وزادوا كملوا على ما سمعت الاخبار عاوتاني الثانيه. وكانت هي في المحكمه وسمعت هذه الاخبار طاحت. واش غنقول لك، ودابا حتى شي جمعيات شي حاجه نايدين تما في الايطالي جاي، ولكن داك الشيء اللي كيبان لي انا طفيف، كيبان لي شويه هذا ما حركش فينا، ما بردناش. بغينا يعني الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هذا يوقف معنا باي حاجه، ولو غير باي كلمه منه تبردنا اي حاجه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. وكنقول لكم السلام عليكم هاد الساعه. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.